وشخصيات. علماء وشخصيات. مرحبا، شخصيتنا اليوم غازي عبد الرحمن القصيبي. هو شاعر وسفير دبلوماسي ووزير سعودي وأحد أشهر وأهم الأدباء في المملكة. تولى العديد من المناصب الهامة. غازي القصيبي ولد في بيئة مشبعة بالكآبة كما يصفها عام 1940 ميلادي. فبعد 9 أشهر من ولادة غازي توفيت والدته، وقبل ولادته بقليل كان جده لوالدته قد توفي أيضا. وإلى جانب هذا كله كان بلا أقران أو أطفال بعمره يؤنسونه في ذلك الجو. حياة القصيبي الوزير فيها مواقف طريفة كثير. ويروي القصيبي أنه في أحد الأيام عند زيارة وزارته في الكهرباء والصناعة صار انقطاع للكهرباء في أحد أحياء الرياض، وكان القصيبي يذهب لمقر الشركة يستقبل الشكاوي مع موظفين السنترال كل ما صار انقطاع. ففي ذاك اليوم وأثناء تلقيها الاتصالات على سنترال الشركة كلمه مواطن غاضب يقول له: قل لوزيركم الشاعر إن لو ترك شعره واهتم بعمله ما كان انقطعت الكهرباء عن الرياض. فقال غازي: شكرا، الرسالة وصلت. فقال له: ماذا تعني؟ قام رد غازي: أنا الوزير. فلما رد عليه المواطن وقال له: احلف بالله، قال: والله. وكانت هناك لحظة صمت في الجانب الآخر قبل أن تهوي السماعة. غازي القصيبي كانت له أقوال وحكم كثير. من أقواله: في مجتمع الضيافة يعبر الناس عن عواطفهم كلها بالطعام، موائد دسمة في الأفراح وموائد دسمة في الأتراح، وموائد للترحيب وموائد للوداع، وموائد لو اختفت من حياة الناس لحاروا ماذا يفعلون بحياتهم. توفي غازي القصيبي بعد معاناة طويلة مع المرض عام 2010 ميلادي بعمر 70 سنة. علماء وشخصيات.